يا أهلا ومرحبا بشهر الخير، يا أهلا بشهر رمضان المبارك بنفحاته الإيمانية. أهلا وسهلا فيكم جميعا ببرنامج بيت للكل وحلقة جديدة من الأردن. برحب فيكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وكل عام وأنتم بألف خير وسلام. وأنتقل معاكم على الهواء مباشرة من أردن الخير إلى مصر الحبيبة والزميلة شافكي. أهلا وسهلا بك شافكي ورمضان كريم. اهلا شهد، اهلا ببيت للكل، اهلا بكم جميعا، كل عام وانتم بالف خير. شهر رمضان واحنا موجودين الان فين؟ موجودين في القلعه. القلعه حيث التاريخ، حيث الحصن الكبير المنيع اللي كان في التاريخ منذ صلاح الدين الايوبي. القلعه في مصر مش مجرد اثر، ولكن الانشطه التاريخيه والمزار السياحي واشياء كثيره جدا ومفاجآت كثيره كانت دائما في القلعه. تاريخ وحكايات عن القلعة، ونحن نحتفل بالشهر الكريم كما قررنا في هذه الحلقة الجميلة أن نجوب ونتجول في كل الأماكن الموجودة في دولنا الأربعة: مصر، الأردن، فلسطين، العراق. أهلا بكم جميعا، والآن نعود إلى الزميل العزيز أحمد من العراق. مساء الخير عليك يا شافكي، ورمضان كريم عليك وعلى كل زملائي في برنامج بيت للكل. تواجدنا في أحد المقاهي البغدادية من خلال شهر رمضان المبارك. أكيد أجواء رمضان العوالي العراقية بعد وجبة الإفطار تذهب إلى المقاهي البغدادية، شرب الشاي وباقي المشاريب اللي موجودة في شهر رمضان المتعارف عليها، بالإضافة إلى تسمع الأغاني البغدادية اللي متواجدة في المقاهي. اليوم راح نلتقي في أحد المطربين اللي يغنون المقام العراقي والمربع العراقي، بالإضافة إلى الأغاني الفلكلورية البغدادية، وهو الفنان القدير مجدي حسين. راح نستمتع بأجواء من الطرب الغنائي الأصيل، وأيضا هي الأجواء البغدادية اللي معتادين عليها إحنا بمقاهينا البغدادية القديمة، تعتبر الموروث الحقيقي للأغنية العراقية. لا تروحون بعيد، خليكم ويانا. زي ما حكوا لكم زملاء، اليوم حلقتنا مميزة لأن لتاني مرة في بيت للكل نكسر حواجز الاستوديوهات ومننطلق في رحلة خاصة في مدننا العربية. رحلة فلسطين مميزة ومقدسة وخاصة لأنها من وطن الأنبياء، من القدس الشريف حيث قبة الصخرة والمسجد الأقصى من خلفنا. ننقل لكم أجواء رمضان التي لو حلقنا على سماء أوطاننا العربية لكانت واحدة، لأننا شعب واحد، صوت واحد، ثقافة واحدة، وعادات وتقاليد واحدة. خليكم معنا وخلينا نروح لنبلش في هذا المشوار الجميل في رمضان لنحتفل مع كل بيت عربي بالقطايف والخروب والتمر وكل إشي جميل بعاداتنا العربية وفي رمضان.